يعد الإعلام بشقه السمعي والبصري من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الأمم والدول في عملية التنمية والتطور، ومعظم الدول المتقدمة عرفت أهمية ودور هذه المؤسسة الإعلامية وجعلتها شريكا أساسيا في تنفيذ برامجها السياسية والتنموية، بل وخصصت لها ميزانيات ضخمة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة. وجاءت كبقية الدول النامية بدأت تخطو نحو التنمية بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية الذي أعطى أولوية لقطاع الإعلام، إيمانا منه بالدور الكبير الذي قامت به هذه المؤسسة في ترسيخ دعائم الديمقراطية ونشر ثقافة السلام ودفع عجلة التنمية. من هنا بدأ الإعلام الجهادي يأخذ مكانه ويخطو بخطوات سريعة وثابتة للحاق بركب الإعلام الدولي، حيث شهدت الساحة الإعلامية ميلاد مؤسسة جديدة وهي الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التي جاءت في ظروف حرجة وفي ظل تحديات كبيرة لم تصمد طويلا، حيث حلت محلها الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون بحثا عن مؤسسة جديرة تتحمل عبء المؤسسات السابقة وتنطلق برؤية جديدة. وبعد دراسات لواقع الهيئة السابقة وأسباب إخفاقها في القيام بمهامها، حلت محلها هيئة جديدة تحمل اسم الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أوناما. هذه الهيئة التي تحمل أحلام وطموحات الشعب التشادي في تقديم خدمات إعلامية مميزة تواجه تحديات جديدة المتمثلة في محو الصورة التي كانت عليها الهيئة السابقة وإثبات وجودها بين المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وذلك عبر تقديم برامج تتواكب مع تطلعات المشاهدين والمستمعين. ولتحقيق ذلك يجب احترام المهنية والاحتراف ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.